حاجه ما فيها حتى حاجه. وشكرا بزاف. اللحظه اللي شديت فيها خديجه بنتي كانت واحد اللحظه مثيره بزاف. وهو دا كيقولوا لي خديجه خديجه خديجه، انا صحابهم باقيين كيغوتوا على خديجه، انما خديجه كيقولوا هي جايه خديجه. حتى راه ملي شتها جايبينها بحال واحد تيلوحها فوق واحد، قوت بداك الفرحه. خديجه جات لي بحد بواحد بواحد الفرحه اللي هي كبيره مع الناس مع الجيران، قالوا لي هاكي بنتك. ملي شديت بنتي بقيت فكرت شكون اللي جابها ولا صافي. شديت بنتي صافي بقات شاده فيا، وهي حسيت بها كتغزل مع الصباغ. شديتها صافي بقيت كندوي معاها كنقول لها بسم الله عليك بسم الله عليك بسم الله عليك. بقيت كنقرا عليها الصور الصور ديال القران الحمد لله. صافي حتى بنتي بدات كتهدر ليا شويه، عاد بديت كنسولها شويه شويه كنقول لها واش لاباس عليك، كتقول لي لاباس عليا. كنقول لها واش بخير، كتقول لي بخير عليا. كنقول لها واش ضربك شي واحد، كتقول لي ضربني مول اللي مشاش. قالت لي ضربني مول اللي مشاش. قلت لها ولكن فين داك؟ قالت لي داني لدارهم. قلت لها شنو كاين في دارهم؟ قالت لي دارهم فيها ماما. ماما ما ضرباتكش؟ فين كتنعسي؟ قالت لي كتنعسي نعس حدا ماما. قالت لي كتاكلي مزيان؟ قالت لي كناكل مزيان، يجيبوا لي دانون يجيبوا لي كلشي. هاد المشاش هاد مول المشاش باقي لحد الان تحريت عليه، كيقلبوا عليه مازال ما لقيناش. الشرطه كيقولوا مشتبهين فيهم بزاف، وانما باقي ما لقاوش هذا اللي غادي اللي هو الحقيقي. مازال لحد الان التحريات كيقلبوا على هاد مول المشاش. غيلقاو ان شاء الله، ما غيبعدوش من هاد الموضوع حتى يلقاو. هاد الدري قالت لي بنتي ولدها منقبه ولكن كل مشيشات. هاد المراه قالت لي بنتي راه ما دايراش النقاب، عجلابه عاديه وهي السمراء وغطيطه شويه وشعرها قالت لي من عرت الزيف بحال خايب شعر. في الدار قالت لي لداخل قالت لي كيوكلوني كيديروا لي اتاي والخبز كيديروا لي دانون كيديروا لي صافي. قلت لها انت فين كتنعسي؟ قالت لي كنعس حدا هذيك المراه. قلت له علاش كان كيضربك من المشيشات؟ قالت لي كان كيضربني. قالت لي شفتك في التلفازه ولكن ملي بغيت نشوفك نقول لهم زيدوا الصوت قطعوا الصوت. قالوا لي سيري بيت الاخ. وصفط لينا الدار ربما قريبه منا، وانما ما بقاتش عاقله عليها فيني. وربما نزل الصحافه يمكن ربما هي محد النواحي بعدا، ربما نزل الله الرحمه في ذاك القلب ديالها على بنتي وترجع عليا. ربما شافت ذاك الضجه ديال الصحافه وذاك الضجه ديال التقلاب والفيسبوك والبوليس وكل شيء نايض. ربما تكون تخلعت حتى هي وجابتها بهذه الطريقه ديال الصباح بكري. هاد السيده اللي جابت لي بنتي خاصني على الاقل غير نعرفها ونشوفها شكون هي ونقول لها علاش ديتي لي هاد البنيه وخبيتيها عليا وخليتيني كنتعدى. شنو السبب؟ شنو هو السبب؟ شنو هو المشكل؟ صافي.